الوظيفة تعني لي مستقبلي ومستقبل أطفالي وخدمة الصالح العام. السلام عليكم، شلونكم؟ زينين إن شاء الله. سائق قطار سعد محمد حسن التميمي، عملي خدمة المواطن من خلال الشركة العامة لسكك حديد العراق التابعة لتشكيلات وزارة النقل. عدد سنوات الخدمة 33 سنة. طبيعة عملي أشتغل على كافة القطارات سواء البضائع أو المسافرين. الصعوبات والتحديات اللي تواجه سائق القطار هي المعابر النظامية والغير نظامية، عدم التزام سواق السيارات بالمعابر ما يؤدي إلى تأخير القطارات ووقوع حوادث إحنا بغنى عنها، هاي واحدة. الثانية التجاوزات على خط السكة. من أكمل رحلتي وأوصل الناس بسلام هاي الأرواح اللي برقبتي أحس بسعادة غامرة، أرتاح لأنه قدمت فد خدمة للمواطن العراقي ولصالح شركتي. رسالتي للمواطن العراقي يجب المحافظة على القطار لأنه وجد لخدمتك. ورسالتي لزملائي الموظفين خل كلنا نتعاون من أجل العراق لأن العراق يستاهل كل خير.